السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. من العنوان اللي شايفينه حابب بس أوضح الفرق بين منهج الحديث عن على سبيل المثال الرجل العنيد أو الرجل العصبي، عفواً الرجل العصبي أو الرجل البخيل، مقابل منهج نقاش المرأة العنيدة مثلاً. فبالتالي موضوعنا هو يا ترى كيف يناقش أو تناقش فكرة الرجل العصبي أو البخيل مقابل كيف تتم مناقشة فرضا فكرة المرأة العنيدة. لكن قبل ما أكمل كما هي العادة، بتعرف عم نعمل بث وموضوع الأثر والداتا وكذا، فقط إذا تكرمتوا بشكل سريع 2-3 أكدوا لي إنه صوتي مسموع. الصورة مش مشكلة، المهم الصوت، صوتي واضح ومسموع بشكل سريع حتى أتم وما أضيع وقتكم، الله يكرمكم. ساعدوني بسرعة 2-3 أكدوا لي أن الصوت مسموع حتى أتم. موضوعي هو ما الفرق بين منهج الحديث عن الرجل العصبي أو الرجل البخيل مقابل منهج الحديث عن المرأة العنيدة على سبيل المثال. ممتاز، شكرا يا أخت زهرة، شكرا يا لميس. طيب ممتاز، الله يجزيكم خير. محمد اليزيدي والأخت أناقة والأخت إيمان، تمام، مصلحة الفكرة، جزاكم الله خير. طيب يا أحب الرجاء تركزوا معي. أنا هنا بدي أحكي عن نقطة منهجية الآن، وفكرة عصبي بخيل عنيد أو عنيدة، هذا كلها عبارة عن أمثلة فقط. أنا بدي أناقش منهج تفكير، وبالمناسبة رح أشيل التعليقات مشان ما ذهني أركز على اللي بدي أحكي. أنا الآن لم أعد أرى التعليقات، فبالتالي شو ما بتكتبوا أنا مش شايف الآن. ركزوا معي يا أخوة يا أخوات، والرجاء تشاركوا البث من الآن مشان أضمن يوصل أكبر عدد من الناس. بالأمس شيرت مقالة لشخص ما بعرفه من المنقول، بيتحدث عن المرأة العنيدة، يعني مصوص يعني بيحكي عن فئة خاصة 1% 2%، عم بيحكي عن المرأة العنيدة. ردود الأفعال عم بحللها منهجيا تدل على خطر في منهج التفكير برأيي. ليش؟ اعمل لي تجميد لهذا الموقف، تعال اطلع لي في المقابل. أنا كشخص بحكي عن موضوعات التربوية وموضوعات الاستشارات الأسرية وموضوعات الإصلاح الزوجي، عشرات المرات ممكن أجي أحكي عن مواصفات سيئة في بعض الرجال، فرضا على سبيل المثال ممكن أجي أعمل بث كامل عن الرجل العصبي، أو أنقل مقال عن الرجل العصبي، أو أعمل محاضرة كاملة عن سلبيات الرجل العصبي، الإجرام اللي بيعمله الرجل العصبي، الكوارث اللي بتسبب فيها الرجل العصبي، إلى آخره. على أرض الواقع لاحظت منهجيا انه لما احكي عن الرجل العصبي او الرجل البخيل، كثير من النساء بشكوا من بخل بعض الرجال الازواج تخصيصا يعني. فلو اني جيت قلت الكوارث التي يتسبب بها الرجل العصبي، اقول 1-2-3-4-5، بيعمل نكد، عدم طمأنينة، دمار نفسي عاطفي، عدم ترباية، حطينا الليستة. او الرجل البخيل يتسبب في عدم الطمأنينة، يتسبب في إشاعة الكذا، في دم بابا إلى آخره. اللي بلاحظه لما أناقش هاي الموضوعات إنه الرجال اللي بيعرفوا حالهم مش عصبيين ومش بخلاء ما بدخلوا على الخط ولا بيدافعوا، ببساطة بيقول لك هو عم بيحكي عن الرجل العصبي، أنا مش عصبي فأنا ما لي علاقة بالموضوع، بعيد. طيب هو عم بيحكي عن الرجل البخيل، فبالتالي أنا الحمد لله مش بخيل، أزعل ليش؟ أعصب ليش؟ أنا لم أرى بشكل عام ظاهرة إني بكون عم بحكي عن الرجل البخيل إنه بيجي الرجل اللي مش بخيل الكريم بدخل بقول اسمع اصحك تحكي عن الرجل البخيل، لأنه هذا البخيل قد يكون له سببه في البخل، ويروح بيحرك كل رجال الأرض يدخلوا عندي على الصفحة مشان يقول لي اسمع البخل قد يكون له أسباب. أنا ما شفت هذه الظاهرة، أنا شفت أنه بحكي عن البخيل بنزل فيه سلخ وببين بدخلوا الرجال النساء بيقولوا لي ينصر دينك يا شيخ، الله يجزيك الخير الحكيت، لأنه في بعض النساء فعلا بيعانوا. هذا اسمه منطق منهجي موضوعي عادي جدا، لأني ما بحكي عن الرجال، بحكي عن البخيل فقط. شوف طيب لما أحكي عن العصبي ما عم بحكي عن كل الرجال، عم بحكي عن العصبي فقط. فلم أكن أرى استفزازا من جنس الرجال والهجوم على الصفحة لأني عم بحكي عن الرجل العصبي أو الرجل البخيل، لأنه ببساطة لا أتحدث عن جنس الرجال بل أتحدث عن العصبي أو البخيل. طيب
بالأمس كمثال منهجي حكينا عن أو شيرت مقال بغض النظر عن الحرفيات اللي جوا يتحدث عن سلبيات المرأة العنيدة بالمنطق البدهي اللي مش طبعا العنيدة بالمعنى السلبي، العنيدة اللي بتتسبب في كوارث، العنيدة على الفاضي وعلى المليان. فبالتالي المرأة اللي مش عنيدة ما لها دخل في الموضوع. شوفوا قديش بسيط الموضوع، طلعوا قديش سيمبل. يعني المقال بتحدث عن سلبيات وكوارث المرأة العنيدة. فالآن المستغرب بدخل عدد ضخم من النساء اللي إلهم علاقة واللي ما إلهم علاقة، العنيدة واللي مش عنيدة، الكل بدافع. طب أنت شو بعرفك سبب عنادها؟ طب ما هي قد تكون ردة فعل. ممتاز، معناته المقال ما بنطبق عليها، ما عم نحكيش عن المظلومة المقهورة، ما عم نحكيش عن عنادها ردة فعل. انت الموضوع عم نحكي عن العنيدة أصالة، عم نحكي عن العنيدة سلبية، عم نحكي عن العنيد لأنه مش عندها مشكلة أخلاقية، إنها مش راضية تلين لحدا على كوكب الأرض. ممتاز، فأنا عم بعلق على العنيدة اللي كذا. ممتاز، طب ليش الباقي بدخلوا بيحاولوا يسوغوا ويبرروا ويدافعوا وحطوا أسبابكم؟ يا جماعة عم نحكي زي ما قلنا، الرجل البخيل مثلا كذا 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 كذا، ما بدخل جنس الرجال يقول لي شو بعرفك بسبب بخله. طب لعله قد كان بخيلا لأنه. ممتاز، معناته الكلام ما بنطبق عليه، طلعوا لي برا المعادلة. عم نحكي عن البخيل كمرض أخلاقي، ماشي، عامل كوارث. فلا لا، طب شو بعرفك يا أخي؟ بل ما بدخلوش الرجال يحكوا هذا الحكي. ليش؟ الله يكرمكم يا أخوات، وسامحوني أنتوا كلكم عراسي من هون. ما في إشي اسمه هون بدي أنبهكم. تعرف شو بدي أنبه منهجيا؟ هذا دليل قديش نجحت الحركات العلمانية المتطرفة والليبرالية المتطرفة والحركة النسوية تعمل غسيل دماغ، تشعركوا بشكل دائم بدور الضحية، وتشعركوا بأنه الأصل في العلاقة بين المرأة والرجل هو الندية. ركزوا معي، وهذا جزء يعني تشييري لهذا المقال اعتبرته زي فحص لندرك لأي درجة فعلا فعلا نسبة ضخمة ما بعمم من النساء مغسول دماغهم بفكرة المظلومية والندية. طب العلاقة مش هيك يا جماعة. أصلا أنا المنطلق البنطلق منه، واللي بيعرفني وبيتابعني من زمان، أنا منطلق إسلامي. أنا ما لي دخل لا بالعلمانية ولا بالليبرالية ولا بالنسوية، أنا مسلم. في الإسلام العلاقة بين الرجل والمرأة تكاملية، ركز معي، تكاملية، وتوزيع أدوار في مساحة مشتركة في مساحات خاصة، تكامل. الرجل والمرأة كلاهما يحب ويكره، كلاهما يصدق ويكذب، كلاهما يبخل ويكون كريما، كلاهما كلاهما. بعد ذلك أدوار خاصة، الرجل عليه أعطي دور القوامة اللي هي مسؤولية والرعاية، فطلب منه يطلع ويجد ويسعى ويجيب المال، وهو أقرب للشدة، هو أقرب كذا. المرأة هي أقرب للعاطفة، أقرب للحنية، أقرب للود، أقرب، والأصل فيها الأنوثة، فدورها في الترباية أقوى، دوره في كسب المال والجد خارج أقوى. هنا توزعنا أدوار، لذلك هو مأمور يصرف عليها، هي مأمورة بحسن التفرغ لأولادها لأن هو بصرف عليه، صار في توزيع أدوار. فالعلاقة إيش؟ تكاملية. النظرة العلمانية الليبرالية المادية الإلحادية النسوية قامت العلاقة بأذهانهم هم ومشاكلهم هم على إيش؟ عن الندية. 24 ساعة أنا مقابل التنافسية. في الإسلام ما في تنافس ولا ندية، الإسلام فيه تكامل. فبالتالي لما أجي أقول عن صفة معينة تعلق بالرجال، ما بيجوا كل جنس الرجال يدافعوا عن هذا، عم بحكي عن نقطة. ولما أنتقد مرأة بصفات معينة، المرأة المسترجلة، ممتاز، كل النساء الفاهمين شو يعني الأنوثة الطبيعية ما بيعترضوا، لأنهم هم مستوعبين المرأة المسترجلة اللي بتحاول تقوم بدور الرجل بتخشين صوتها ومناطحة الرجال والنزول في كل كذا، إنه ضد الأنوثة. فما بتجي المرأة المسلمة المستوعبة ما معنى رقة الأنوثة الفطرية، أنها ما لها علاقة بطبيعة الرجل الخشنة وخشونته ورجولته، جزء من طبيعته وأنوثته ورقته جزء من طبيعته. ما بتيجي بتزعل لما آجي أقترح أنه لما آجي أنتقد المرأة المسترجلة، ما بتقول اسمع تحكيش، لا لا، هي لأنها مدركة، المرأة المنطقية مدركة أنه الاسترجال عند المرأة يطعم بأنوثتها، لأنه المرأة جزء من قوتها وجزء مما تفتخر به أنوثتها،
وليس مما يفتخر به الرجل الرقة والأنوثة، بل يفتخر بالرجولة والصلابة، لأنه إيش هنا صار في اختلاف. فبالتالي لما أنتقد رقة وأنوثة الرجل الدلوع المايع المايص، ما بيجي الرجل المليء بالرجولة بزعل مني لأني انتقدت الرجل المايع المايص الدلوع، لأنه يدرك برجولته إنه هذا الرجل فعلا غلطان، خرج عن مفهوم الرجولة، لأنه النعومة الزائدة والمياصة والدلع والغنج ضد فكرة الرجولة. فما بيجي بيستنفر كل جنس الرجال على كوكب الأرض بزعلوا مني لما أحكي على الرجل الطنط، الرجل الدلوع، الرجل المخنث، بزعلوش، لأنهم يدركون أني أنتقد فئة منتقدة. نفس الشيء المرأة المسلم الفاهم الصح، لما أجي أنتقد ماشي المرأة الخشنة، المرأة المحاربة، المرأة الكذا، بفهموا أنه الموضوع واضح ضد فكرة الأنوثة. بنفس الشيء يا إخوة يا أخوات، الله يكفلكم ويجزيكم الخير، لما يجي نقول على سبيل المثال المرأة العصبية، ده انتقل مرة العصبية كذا إلى الأخير، ما بيصير كل نساء الأرض يدخلوا على البوست اسمع إلها سبب في عصبيتها، لازم تعرف شو السبب. ممتاز، بدون هذا الموضوع. العصبية مشكلة، الرجل العصبي مشكلة، الرجل العصبية. طب بدي أناقش الآن مرة عصبية، لا بطلع لكش، طب إيش أعمل، كيف بدي أناقش الموضوع؟ فأنتوا في اللاشعور وأنتوا مش منتبهين، وكأنكم تقولوا أسلوب دفاعكم عن فكرة المرأة العنيدة، ما هو قد يكون له سببها، ما هو لأنه، ما هو التسويق، كأنك بتقولي يفترض ممنوع تنتقد أي صفة سلبية في المرأة، فبالتالي المرأة إيش؟ ملائكة. في المقابل لو انتقدت أي صفة سلبية ببعض الرجال مشان أعالجها، مشان أشد عليه، بدي أنتقد الرجل الطنط الدلوع، بدي أنتقد الرجل البخيل، بدي أنتقد الرجل كذا، أنتوا إيش بتفرحوا؟ أما من ينصر دينك يا شيخ، فعلاً في ممتاز، وفعلاً في رجال طنطات فعلاً بدنا نهاجمهم، وفي رجال بخلاء بدنا نهاجمهم، وفي رجال عصبيين بدنا نهاجمهم. طيب في المقابل في نساء عنيدات، لا تحكيش، ممنوع اصحى. طب ما هو زي ما في رجل عصبي بدي انتقده، في رجل بخيل بدي انتقده، في مرأة عصبية لا تحكيش، في مرأة عنيدة لا، هو إلها سببها. فبالتالي هو كأنك تقولي وأنت مش منتبهة يا مسكينة، بتقولي الإصحة تجيب سيرة المرأة في شيء. أنا ما بحكي عن المرأة، عم بحكي عن العنيدة، بدها تفهم أنها غلطانة. عم بحكي عن العصبية بدون أي سبب، بدها تفهم أنها غلطانة. لا ما بطلع لك، تجيب السيرة. شفتوا إنكم مسك انضحك عليكم؟ لما بدي أعالج الرجل البخيل وما بزعلوا جنس الرجال، لأنهم بيعرفوا أن البخل صفة ذميمة، ويعتز الرجل الشريف الحر بكرمه، وبيعرف أن البخيل صفة منقودة، ما بيجي بتدخل، لأنه بيعرف أن أنا عم بنتقد صفة تنطبق على جزء من الرجال، وبيستاهلوا بالعصاية على راسهم، على راس اللي خلفهم، لما يكون بخيل أو عصبي أو لئيم أو إلى آخره. نفس الشيء يا أخوات، الرجاء تستوعبوا لما نجيب صفة سلبية ببعض النساء، بكون عم ننتقد النساء اللي بتتوفر فيهم هاي الصفة، ما عم ننتقد جنس المرأة. لا تخلوا غسيل الدماغ اللي عم بيمارسون نسويات عليكم من قلوبكم مرحلة الإنصاف والمنطق والموضوعية لمرحلة الشعور بالمظلومية التامة، مرحلة الاستفزاز والانطلاق من الندية. ديروا بالكو عم بينضحك عليكم يا أخوات. شوفوا الموضوع دقة بسيط، ترى أنا متفاجئ ومصدوم من نفسي ليش مضطر أشرح هذا الأمر. من امبارح أنا بطلع على ردود الأفعال، عم بشوف ناس ما شاء الله عليهم، يعني إلهم كل الاحترام وكذا إلى آخره، لكن مستفزوا بطريقة مش معقولة. قلت يا الله يا الله، قديش في أثر وغسيل دماغ مش طبيعي. وتحط صورة يا أخوي أخوات، بالذات لأخوات. لاحظوا أنا جدك حطيت العنوان إيش؟ الرجل العصبي، أو أنا ما بدي أحكي عن الرجل العصبي الآن، ولا بدي أحكي عن الرجل البخيل، لكن لو حكيت عن العصبي والبخيل الموضوع بيوضع في ميزانه، ما بينجنوا جنس الرجال، لا، لأنه بيعرف أنه عم بنتقد مجموعة تنطبق على الصفة. لذلك برجوكوا يا أخوات لو سمحتوا، لما نجيب صفة سلبية، صفة سلبية بتتعلق بمجموعة من النساء، ما بشي تدخلوا على العطال بطال يمين يسار تبرروا وتدافعوا لأنك امرأة، لا، بدك تعرف انه في امرأة عنيدة تتسبب مشاكل، بدك تلوميها زي ما انا بلومها، زي ما انا وياك منلوم الرجل البخيل. نقطة قديش معقد، مشان انبهكوا لقوة ومصداقية البقولة. الآن أنتوا بتدافعوا أي صفة سلبية بنحطها كلكوا بتدافعوا كأنكم بتشعروا أنك أنت معنية، وهذا خطأ، وهذا دليل على أنه وجود نوع من غسيل الدماغ.
لأن الشعور بالمظلومية والضعي. طب أعطيك مثال. طيب أنت اللي عم تسمعين الآن أو جزء من عم تسمعون الآن, بدي أفترض بدي أحكي مع الكناين منكم, قديش منكم بيعانوا من حمواتهم؟ بدي أفترض, أنا مش أنا الآن لا أدرك حقيقة كم شخص عم بيتابعيني الآن, بدي أفترض اللي بيتابعوني الآن 1000, 500 رجل 500 مرأة. بدي أفترض 500 مرأة منهم خلينا نقول 400 متزوجات, ومن هدول 400 متزوجات 300 حمواتهم موجودات. من خبرتي المتواضعة في التعامل مع مشاكل اجتماعية, 300 كن اللي بتسمعني الآن لو أني سألت وعملت استبيان الآن كم واحدة فيكم مرتاحة مع حماتها, يمكن أتوقع 280 يقولوا أنا مش مرتاحة, ويمكن 20 يقولوا مرتاحين, وأقول غلطان 50 ل 250 مثلا. تيجي تسأل 250 الآن لو عملت كذا, 250 كنة موجودين معي الآن على الهواء, لو أني سألتهم سؤال مين اللي عم بيسبب النكد في حياتك, بتقول لي حماتي 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 حماتي. إيش بتسوي حماتك؟ بتتدخل بخصوصياتي. إيش بتسوي؟ بتسيطر على ابنها. إيش بتسوي؟ بتعمل كذا. ممتاز ممتاز. طيب سؤال تفريز, حماتك امرأة ولا رجل؟ شو السؤال السخيف يا دكتور؟ لا عن جد, حماتك امرأة ولا رجل؟ طبعا امرأة. ممتاز. يعني في امرأة تغلط؟ طبعا حماتي. ممتاز. بس حماتك امرأة صح؟ فلو اجيت انتقدت الامرأة المتسلطة اللي هي حماية, حماية شو؟ امرأة متسلطة, ينصر دينك. بس لا تنسي هاي امرأة, امرأة. فبالتالي في امرأة متسلطة, الحماية. بس لا ما بطلع لك تحكي عن المرأة. طب كيف بدي اناقش مشكلة الحماية؟ إذا بتحكي عن حماتي أنا بالذات وبتجيب مواصفاتها وبتلعن سنسفيلها, بتكون شيخ رائع هيك. غير هيك تتفلسفش. معناته حماتك امرأة ولا مش امرأة؟ طيب ممتاز. بدي أفترض عندي 1000 الآن, ومن 1000 في 100 حماية عم يسمعوني الآن من اللي زعلوا من تبع العنيدات, وقررت أحكي عن الكناين. أبي يا بير عطب له عم يزمروا. لو سألت الميت حماية قديش منكو مبسوطات من الكناين, يمكن 90 يغلو وعشرة يقولوا الله يرضى عليها كنتي مثلا. هذول 90 حماية اللي عم بسمعوني الآن. لو بلشت أحكي عن الكنة العنيدة, الكنة اللي ما بتحترم الكبار, الكنة. ممتاز. طيب الكنة لو سألتهم, بلشت أحكي بكيف. ممتاز. طيب الكنة امرأة ولا رجل؟ شو السؤال السخيف؟ لا الكنة امرأة ولا رجل؟ امرأة. يعني في كنة عنيدة؟ في كنة وقحة ما بتحترم حماتها؟ يعني معناته في امرأة وقحة. لا 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 بسيش جننتونا, مشان اللي خلقكو. في كنة وقحة انت يا حماية, في كنة وقحة؟ في كنة مش نظايفية بتخلي البيت وسخ؟ في كنة لا أبالية؟ في كن بتعصب على الماء فاضي المليان وبتجنن اولادها وبتضربهم بدون سبب؟ فبالتالي الكنة امرأة. ففي امرأة بتعصب على الماء؟ في امرأة وقحة؟ اجيت بدي احكي عن الامرأة الوقحة. الله الله الله, اسحق دير بالك انت كيف تحكي. مفيش امرأة. هذا اسمه لا انصاف, لا موضوعية, لا منطق, لا عقل, اللي يسموه بش عارفون بدكم اياه. فديروا بالكم يا أخوات, لا تسقطوا في فخ إدخال الملفات ببعض بهذه الطريقة. لا تسمحوا للنسويات يغسلوا دماغكم. ما بيصير. اسمعي علي, اسمعي يا أختي الكريمة, سواء كنت متزوجة حديثا أو كنت عزابية أو كنت كنة ولا كنت حماية, لما نناقش صفة سلبية في نوع جنس فئة صنف من النساء, ما بيصير اطلعي كل أسلحتك في الدفاع عن جنس المرأة, لأني عم بناقش شيء بتعلق بالمرأة. هذا دور لا أخلاقي, هذا دور قاتل, معناته ما بتنحل مشاكل المجتمع. وإحنا زي ما بنقول, طب إحنا ما بنعمم على الرجال لما نقول كذا كذا للرجال البخلاء. يقينا في كرماء من الرجال ما لهم علاقة بالموضوع. شوف الموضوع كيف بسيط. ولما أحكي عن الكنة الوقحة, هذا مش معناته جنس النساء وقحات, عم بحكي عن الكنة الوقحة. ديري بالك بتخربي بيتك وبتعملي لا لا لا, عامليها زي أمك. فأنت إذا كنت حماية وقتها بتكيفي علي.
لاني عم بقى انا ايش عم بفش غلك، لانه كلامي صدف انه انطبق الان على كلمتك انت، فانت بتكوني مبسوطه مني. طب لو اجيت بالحلقه اللي بعديها بدي اناقش الحمايه المتسلطه، بصير انا شيطان رجيم. زعلوش مني يا اخوات، في عدد لا باس به من النساء ما عندهم انصاف بهذا الموضوع. ما دام الموضوع اللي عم بحكيه كله بيجي 100% مع ظروف هالشخصيه بضلها مبسوطه مني، يا سلام علي، فعلا انك شيخ ما شاء الله عليك، والله انك تفهم. طيب لو ضربت مثل، بدي افترض انه انا حكيت 10 محاضرات، واحده منها على الحمايه المتسلطه وكانت حماتها متسلطه، انا بكون هيك عندها، ممتاز. بعد شوي حكيت عن الاولاد اللي ما بردوا، كان اولادها ما بردوا فهي مبسوطه مني. بعد شوي حكيت عن بيت الاحماء البخلاء، وكانوا بيت احماء بخلاء بتكون مبسوطه مني، وبضل تكتب جزاك الله خير، بارك الله فيك، الله يعطيك العافيه يا شيخ، ما شاء الله عليك، ممتاز. طيب تصادف بالنقطه اللي بعديها، بدي احكي عن الزوج الحنون مقابل المراه العنيده، بدي اعالج مشكله معينه، وزوجها كان بتصنيف العائلتين حنون وهي مصنفة عنيدة، وقتيها أنا بصير مجرم. هي بتبطل بتستوعبش، ما بتشوفش. لا يا دكتور، وشو بعرفك بضرب؟ طيب معناته ما بحكي عنك أنا. طب ما إلوش علاقة فيكي. لا 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 لا. طب هو ليش حكيت؟ ليش ما حكيت؟ بتزعل وبتنرفز وبتعمل إسقاطات ما إلها دخل وإلى آخره. طب يا أختي الموضوع إذا أنت بتعتقدي إنك مش عنيدة، معناته كلامي ما بينطبق عليكي. إذا عندك سبب لعنادك معناته عنادك ليس المقصود عندي، بحكي عن العناد أصالة كقضية مرضية، أنت ما ظرفك مش عناد، هذا معناته أنت عبارة عن ردة فعل على سلوك سلبي، ما لك علاقة بالموضوع. لا، ما هو يا بتحكي بالضبط اللي أنا زي ما بقولوا الإخوة الإشوام بيخرط مشطي، يا أما أنت معناتك لا لا مش شيخ أبدا، أنت متسلط، أنت ذكوري، أنت كذا. طول ما عم بحكي إشي معاها هي شخصية موافق معها. يا جماعة هذا مش منهج علمي، إحنا بنمشي فكركم على الكبسة. هو نفس المنطق اللي بتحكوا فيه، نفس المنطق، ونفس منطق انتقاد الفساد من ناحية سياسية. ما دام أنا عمالي عم بنتقد بس شغلة معينة بأسلوب معين بطريقة معينة، كل الفاسدين الكبار وأصحاب السلطة بكونوا مبسوطين بالطريقة. لا لا طلعت. طب ما هو بالمنطق البديهي بدي أنتقد ابن عمي الفاسد، وأنتقد ابن خالي الفاسد، وأنتقد قريب الفاسد، وأنتقد الحاكم الفاسد. لا 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 لا، تنتقد ابن عمك بس الفوق ما بتصير. طب معناته يعني ما أنتقد، لا انتقد الفساد بس بهذا الليفل. طب هذا اسمه لا إنصاف، اسمه لا منطق، اسمه مش عارف شو بدي اسميه يعني، ما فديروا بالكم. حبيت انا عم بناقش قضيه منهجيه الان، انا مش قصدي الان اناقش لا بخل الرجل ولا عصبيه الرجل ولا عصبيه المراه ولا عناد المراه، لا بدي اناقش بس مشكله منطق التفكير عند، ما بعمم كمان، عند عدد لا باس به من النساء، على الاقل عندي في الصفحه، واللي بحسن يعني احسبهم من الخيرات اللي بكونوا مبسوطات في اللحظه اللي بيجي شيء مش زي ما بدهم، بنقلبه بطريقة مو معقولة يا أخوات. أرجو أن تكون الرسالة وصلت، وهلا الله يستر حتى بعد كل التوضيح رح يجوا هلا ينقط ياخذوا جزء من كلامي. ما هو أنا أزعم أني أنا وضحت قضيتي، الله يجزيكم خير. الآن بدي أشوف التعليقات، أنا ما كنتش أشوف تعليقات. طيب خليني أشوف أنا، طبعا الله يجزيكم خير، معلش لو سمحتوا شكلي لازم ارجع اكرر كنت اعمله من زمان. اذا تكرمتوا اذا بتشوفوا اي حدا بدخل على الهواء وبيقول لي الرجاء بحاجه للتواصل معك شخصيا، الرجاء احتاج لرقمك الخاص، الرجاء الضروره ضروره التواصل، استحلفك بالله بحاجه لموضوع خاص جدا 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 خطير، اي شيء من هاي الصيغ ارجوكم ادخلوا انتوا كلكم، انا بوكل كل اللي عم يسمعوني الان، ادخلوا بكل لطف قولوا لهم السلام عليكم، الدكتور وصانا يقولكم يعتذر بكل لطف أدب لا يستطيع، لأنه عم بتعامل مع عدد ضخم جدا من الناس. شايفين على صفحتي 2,600,000، بتعرف شو يعني؟ قريب 3 مليون إنسان، ممكن عم بسمعوني الآن يكونوا 1000 فرضا، أو مجموع اللي سمعوني 7,000، فلو طلع منهم 10 كل يوم قالوا لي عندي أمر طبيعي، يكون في 10 من 1000 يكون عندهم استفسار بالنسبة لهم ضروري. هدول كل واحد بده نص ساعة أو بده ربع ساعة أو بده ساعة، من وين بدي أجيب 5 ساعات زيادة كل يوم؟ مش راح آكل ولا أشرب، أنا عندي التزاماتي، عندي محاضرات وعندي تدريس وعندي خطب جمعة بالعربي وبالإنجليزي ومحاضرات خاصة للمسلمين وغير المسلمين ومحاضرات في داخل كندا ودورات تدريبية وإصلاح أسري ومشاكل زوجية ومشاكل إلحاد ومشاكل شذوذ، كلها عندي ملفات بالعشرات يوميا، مواعيد والتزامات واجتماعات وقصص، فما بقدر افتح الباب، كل ما حدا يبعث لي ابعث له، رد يبعث لي، رد يسالني، رد اساله، ارد احكي معه، اقل انا ومن خبرتي
في التعامل مع المشاكل. أقل مشكلة دخلتها في حياتي ساعتين، وأكثر مشكلة أخذت مني 17 ساعة. ماشي؟ فأفرج أفرج انشغالي مع الناس اللي بيستفتوني في مشاكلهم من 7 إلى 11 ساعة. من وين بدي أجيب 500 ساعة في اليوم؟ ما بقدر. لذلك أرجوكم اللي بطالب التواصل معي بشكل خاص، وأعلم الله أني أتمنى أني أخدم الكل لكن ما بقدر من ناحية الوقت، فأنتوا اشرحوا نيابة عني. الآن نيجي للموضوع. طيب، صحيح يتأثر كل ما هو دارج وأخذ موقف. مريم، شكرا يا مريم على إنصافك، الله يجزيك الخير. مهدي بيقول نعم للأسف غسيل دماغ، للأسف غسيل. والله عشان هيك حكيت أمس إنه إحنا في وضع صعب جدا، المرأة العنيدة لا تؤسس بيت أبدا. نعم، لاحظ لما نحكي المرأة العنيدة ما نحكي عن جنس النساء يا جماعة، عن جنس الرجال. هو لما نحكي عن جنس النساء أصلا مش كلام مش منصف. أمي من النساء، زوجتي من النساء، بناتي من النساء، أختي من النساء. أنا عندي أم وعندي أختين وعندي 4 بنات وعندي زوجة. هلا لما أحكي هذا أنا بكون عم بحكي عنهم كلهم. أنا اللي متزوج تقريبا 28 سنة ونص، يعني قريب أوصل لـ30 سنة من فضل الله سبحانه وتعالى. أنا يعني زوجتي باليوم باليوم بدعي لها بأنها تدخل الجنة وأكون أنا وياها برفقة أولادي من 5 إلى 7 مرات على الأقل دعاء خاص. هذا غير عن الأدعية العام، دعاء خاص بالاسم. طب أنا معقول أكون عم بعمل مع كل النساء؟ طب أنا إذا في سبب بده يدخلني الجنة بعد فضل الله سبحانه وتعالى فهو علاقتي بأمي ودعاء أمي لي. طب أنا إذا في سبب آخر ممكن يدخل الجنة بناتي 4، لكل واحدة فيهم بتساوي الدنيا كلياتها، الله يحفظهم، علاقتي فيهم أروع من الروعة ومستعد أموت مشان أدافع على ظفر واحدة فيهم. طب هو بيكون مش لمنطق لما أنا أجي أنتقد المرأة العنيدة اللي ردود الأفعال تبين كأنه أنا عندي مشكلة مع كل جنس النساء. هذا سامحوني شعور بالمظلومية. هذا اللي بتحكي هذا الحكي وتظن فيه هذا الظن، أنا لا أستطيع إلا أن أتهمها أنه دماغها مغسول أو أنها غير منصفة وغير منطقية وأنه بتفكر بضيق أفق بطريقة مش معقولة. طيب، دلال بتقول الإسلام ما طلب من المرأة تكون خاضعة وأمة ومنحنية لحتى المركب يمشي. مين قال هذا الحكي؟ كلامك صح، ما أكيد 100% في كرامة الإنسان، 100% كلامك خدلها صح. وأنا شوفوا هنا إذا كان قصدك إنه فهمتي من كلامي إنه مسألة معناته أنت أنا وأنا بواد وأنت بواد، ما في عاقل بيحكي هذا الحكي أصلا. مين بيقول إنه الإسلام يطلب من المرأة أن تكون خاضعة وأمة ومنحنية؟ لا، مطلوب أنها تكون صاحبة كرامة وصاحبة عزة، لكن مطلوب من التين يحكوا مع بعض بلطف وبأدب، مش بندية وعلى الركبة ونص، تستخدم القوانين إذا لو عطس لو غلط. اسمع 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 أنت، أنا بدي يصير حرب. احنا بنقولها كوني ذكية كوني حكيمة. فإذا إذا إذا طلب كوني ذكية وحكيمة بعض الأحيان، زي العربية اللي قالت لبنتها كوني له أمة يكن لك عبدا. لاحظوا أنا لو أجيت قلت على سبيل المثال الرجال بيخضعوا كالأطفال للمرأة الذكية والمتغنجة واللطيفة، ما بيزعلوا من الرجال أنه بيعرفوا أن هذا واقع. اسمع تحكيش عني أنا بشي زي الطفل، أنا يمكن أكون طفل. أنا ما بيزعلوش الإسلام، أنه بيعرف ويقر فعلا أنه لما المرأة زوجته تحكي معاه بغنج وبدلال وبلطف والموضوع معصب انه بنفس بتحول من وحش لطفل. هو يدرك هذا فما بدافع عن حاله وما بحس بنقص، لانه مش اشي يعيب الرجل انه يتحول من وحش لطفل بين يدي زوجته لما تكون لطيفة، ما بيعيبه. لانه غالبا ما صار في غسيل دماغ للرجال بعقدة النقص، ما نشغل عليهم، لكن الحركات العالمية عم بيشتغلوا على المرأة مشان يشعروها 24 ساعة. بيستخدموا طبعا وقائع عملية، أشعروها بالندية وأشعروها بالنقص 24 ساعة، فدائما هي مستفزة مسكين مضحوك عليها. والله أنا أشفق. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. الأخ أحمد بيقول لي تكلم ببطء شوية. والله يا أخي ما هي طبائع شخصيات، يعني في ناس رذمهم هادئ، في ناس الرذم تبعهم الله خالقهم بيحكوا بنوع من السرعة خاصة لما يكونوا متحمسين. أنا إنسان بصري
والبصري عادة الأفكار تأتيها شكل صور، إذا ما بلحق وبيحكيها بتطير، فهذا طبع في الشخصية لا أستطيع أن أتحدث. أنا لو طلبت مني أحكي بهدوء بتطير كل الأفكار من عندي. ما بقدر يعني، فبعيكوا الله علي أخ أحمد. اللهم صل على سيدنا محمد، جزاكم الله خير. طيب بحاول. شكرا يا أخت رجاء. سندس بتقول أحيانا يتم تصنيف المرأة التي تطالب بأبسط حقوقها نحو مسمى المرأة مستأجرة. كلامك صح أختي. أنا شوفي، التصنيفات الخاطئة لا علاقة لها بكلامي، هذا عبارة بيكون لعب في الألفاظ، بيكون نوع من خلينا نحكي اللا أخلاق عند طرف وعم بتعامل بطريقة خبيثة. ما أنا ما عم بحكي عن هؤلاء، يعني ممكن الرجل، ممكن الرجل البخيل والعصبي واللي بيرتكب جرائم أخلاقية مشان يغطي على نفسه بطريقة إجرامية يوصف أوصاف كاذبة على زوجته مشان يسكتها، وممكن المرأة المتفلتة والمسترجلة مشان تحمي نفسها أمام المجتمع وتهيج أهلها وأهله عليه تصفوا أوصاف مش فيه. أنا هدول ما عم بحكي عنهم، هدول التنين مجرمين أصالة في 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 موضع إجرامي. أنا عم بقول لما الوصف ينطبق على الواقع ماشي. في ناس بيجوا بيشكوا بيقول لك أنا عصبي بسبب بدون سبب، عصبي بيستاهل وما بيستاهل، عصبي وأنا مدرك هذا مثلا، فينا عارفة حالها من جوا أنها عنيدة بسبب بدون سبب ولي الأمر بيستاهل وما بيستاهل. عن هؤلاء نتحدث نقطة، زي ما لما نخاطب الرجل البخيل اللي هو يدرك من داخله أنه هو بخيل ومجنن الدنيا وبدوش يتغير، عم نخاطبه بالكوارث عماله بيعملها as simple as that بهالبساطة. الأخترين بتقول أنا مرتاحة كثير مع حماتي، أنا وهي زي الرفقة الحمد لله بفضل الله. أنا لذلك قلت ممكن نلاقي 80 مقابل 20، ممكن نلاقي 90 مقابل 10، لكن أنا بقول لو أني يعني انتقدت هذا الأسلوب وما مشي على هواها رح تزعل كأني عم بحارب جنس النساء أبدا. هلا لو إجت واحدة عملت 50 بث، بدي أفترضي واحدة من الأخوات المؤثرات فرضا اللي عند اللي خلينا نسميها شو بسموه الانفلونسرز، هذول عملت 50 بث تتحدث عن الرجل العصبي فرضا، وبث اخر مسحت في البلاط الرجل البخيل، وبث اخر مسحت بالبلاط الرجل الخشن اللي ما بدير باله ما بتقرب من بناته. هلا فرضا هذول البثوث الثلاثه، العصبي والبخيل والكذا وال والى اخره، انا كامجد انا ليش ازعل منها؟ ما بزعل، بالعكس جزاك الله خير فعلا، لانه البخلاء مجرمين والعصب مجرمين ممتاز جدا. ما باجي استفز بطخ بقولها اسمعي رايحه فين، ترى هذا البخيل له اسبابه والعصبي له اسبابه. طيب يا اخي هي ما عم تحكي عن اللي له اسبابه، عم تحكي عن اللي باسبابه بدون اسباب ماشي عنده جريمه اخلاقيه انه بخيل، ممتاز كمعها حق، الله يجزيك الخير بارك الله فيك. انا وياك نتعاون على انتقاد الرجل البخيل. طيب يلا انا وياك نتعاون على المراه المتسلطه. لا بصيرش تحكي عن المراه اصلا، قصدي جيب سيرتها اتقربش من الموضوع. ليش؟ هون صار في عقده نقص، ديروا بالكم في مشكله، صار في غسيل دماغ الان. زي ما في زوج متكبر في زوجة متكبرة، زي ما في زوج نرجسي في زوجة نرجسية، وزي ما في زوج بخيل في امرأة بخيلة. صح في صفات تكثر، يعني صفة البخل عند الرجال أعلى بكثير منها عند النساء. طيب وفي صفات تذم في الرجل أكثر من المرأة، وصفات تذم في المرأة أكثر من الرجل. يعني الخشونة المبالغ فيها في الرجل تذم أقل من الخشونة المبالغ فيها في المرأة. معي؟ الاسترجال عند المرأة يذم بشكل كبير جدا، بينما في مقابلها الأنوثة عند الرجل والدلع يذم. فالموضوع مش بالرياضيات، لا له نوع من أنواع الخصوصيات، في أشياء مشتركة، البخل، العصبية، معناتها اللي بسموه بالانجليزي جادجمنتال، الانسان سريع الحكم على الشخص باي كلمه، انت عم تحكي على السريع بوم بضبك وكسه ما كملتش حكي بيعطي الحكم. هذا مذموم في الرجال وفي النساء ما له علاقه. فلو اجيت بدي احكي عن المراه على سبيل المثال، سرعه الوصول للاستنتاجات والاحكام والحكم على الناس، صفه مذمومه في الرجل والمراه. لو اني عملت حلقه
ذميت هاي الصفة وبينت قديش خطورتها في الرجل، ممتاز. بعدين الحلقة اللي بعديها بلشت أحكي عن قديش هاي الصفة مذمومة في المرأة، وصدف دخلوا مجموعة من النساء ما كانوا شايفين الحلقة اللي قبليها. يا باي تكلتني أمي. اسمع، يعني إن هو ما في رجال شريعين الحكم؟ أنت كيف تحكي عن المرأة؟ آه بحكي عن المرأة سريعة الحكم اللي بتتسبب في مشاكل المجتمع. لا 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 لا، طب وليش ما حكيت عن الرجال؟ طب حكيت عن الرجال أنا. لا لا، ليش هلا ما عم تحكي عنهم؟ مو لأني حكيت عنهم. لا بدنا إياك هلا هلا تلعن سنسفيرهم وتسب عليهم، تمسح فيهم الأرض وتفش قلبنا، بعدين ممكن ممكن نسمح لك تنتقد المرأة سريعة الحكم. ما بنفعش هذا الحكي، هذا لا منهج علمي ولا منهج منطقي ولا يده مزبطش. ما الرجاء يا أخوات، ديروا بالكم على الأقل، على الأقل ديروا بالكم. أنا بعرف إنه بشكل عام اللي تربوا بالفكر الليبرالي أو الإلحادي أو الفكر النسوي مش راح يسمعوا أصلا، ما بيردوا، إذا دخلوا بيدخلوا فقط الانتقاد. لذلك أنا ما بخاطبهم هدول، الله يغفرهم يهديهم، الله يجعلهم خيرا مني ويهديهم. أنا عم بخاطب اللي أحسب فيها الخيرية إنها ارتضت بالله ربا بالإسلام دينا وبهاي المنظومة، إنه ما ينضحك عليكم من هذيك الفئة بسهولة، يلعب عليكم نفس الدور ويحطوكم بهاي الخانة وأنتم ما معكم خبر. الإنصاف. أحمد الشايب بيقول لي فوت بالموضوع مشان الله، فوت بالموضوع. طب يعني أنا لساتني ما فوتت في الموضوع، ما بعرف إذا أنت تعتقد أن لساتني مش فايت في الموضوع، ما بعرف أنا شو المشكلة عندك، حياك الله. بس يعني إذا أنت هالقد مستعجل والله ما حدا أجبرك تدخل على البث. أخ نسيت اسمه الأخ اللي حكى هذا السؤال اللي قال لي فوت بالموضوع، أنا مش جابك تدخل عندي على البث، الله يكرمك يسعدك، بإمكانك تنسحب يعني عن جد، والله ما في طريقة ألزمك تضلك قاعد. مريم بتقول للأسف تقع معظم النساء في فخ النسوية لوقوع الظلم عليهن وسلب حقوقهن. طبعا فعلا يعني الله يكون بعونك يا أختي، في عليك ظلم بجهة ما، ظلم من بيت إحما، ظلم من الزوج، وظلم بعصبية الزوج، بس هذا ما يمنعك إنه تكوني منصفة لما نناقش قضية بتتعلق بقضية حقيقية تنطبق على بعض النساء، تكوني منصفة زي ما إحنا بشكل عام الرجال لما يتم الهجوم على الرجل العصبي. طب تخيلوا، لا سبحان الله سبحان الله، يصير في مثلا يناقشوا قضية الرجل المتحرش مجرم ملعون والدين، ممتاز. يجي تخيل لو الرجال كل ما يتم نقاش فكرة الرجل المتحرش يعصبوا ويقول لك ما بصير تحكوا عنه لأنه مش كل، مزبوط مش كل الرجال متحرشين، وعم بيحكوا عن الرجل متحرش الحقير، ممتاز. انت هتزعلان ليش؟ ما بزعل الرجل اللي مش متحرش، ما بزعل معيتو، ما بصغر عقله بروح بدافع عن الرجل المتحرش لأنكم عم تيجوا بجنس الرجال، ما في هذا الحكي، مش موجود. لا بالعكس، بدخلوا على الخط وبلعنوا الأرض اللي واقف عليها لأنهم يقرون بأنه مجرم. بس فلما نحكي عن إجرام المرأة المتسلطة أو العنيدة، خليكي برا اللعبة، وإذا بتعرفي بعينك شايفة أنت فعلا أنه المرأة العنيدة شو بتعمل، خليكي منصفة، اطلعي ما تطبقي الموضوع على حالك لأنك أنت شايفة عدم مؤاخذة شايفة حالك ملائكة، لا اطلعي برا، اطلعي بمحيط عيلتك مثلا، كنتكو، حمات أختك، إذا الكلام اللي بحكي بنطبق على واحدة من النساء فأنا عم بحكي عن هاي المرأة. بس شوفي قديش الموضوع بسيط، بسيط جدا جدا، نقطة. الأخ زكي بيقول كل النسوان ضد التعدد إلا عندما حماها تزوج على حماتها. يعني لما يكون في كيد لحماتها وقتها توافق على التعدد. اللهم صل على سيدنا محمد. الأخ باسل بيقول شيخنا بنتي مصرة تسلم عليك سارة. أهلا وسهلا يا سارة، الله سارة باسل، الله يكرمك يا أخ باسل، يحفظ لك بنتك واجعلها من الصالحات، وبلغ سلامي إلها إذا كانت مع تسمعنا الآن. شكرا يا سارة على سلامك، الله يكرمك. أنا عم بحاول روحة ريحان، مش عارف شاب ولا بنت، بيقول دكتور نحن بحاجة لمن يذكرنا بهذا، كأن نسويات شغالين لهدم البيوت بدون. نعم نعم،
سواء أدركنا أم لم يدركنا. طب شوفوا العقل المنظم الكبير اللي وراء الموضوع يدرك وهو يريد الهدم، لأنه بدهم يطلعوا المرأة تماما خارج محيط الأمن والاستقرار في الأسرة والزوج والمحبة والمشاكل الصغيرة، يتجاوزوها مشان يستفردوا فيها برا، يطلعوها برا بحجة الدفاع عن حقوقها. ما بحكي ما في رجال ظالمين وما بحكي ما عندنا مشاكل في البيوت، لكن منطق المعالجة من مبدأ التكامل ومبدأ الرحمة، لأنه ربنا قال ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إيش لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والمودة هي الترجمة العملية للحب، مش كلام نظري. وإذا ما طب ما صار في حب وما في مودة، على الأقل في رحمة، خوف من الله، ما بظلمه ما بتظلمه. هاي منهجنا، منهجنا تكاملي مع بعض ونطلع مع بعض. منهجهم إيش؟ مادي، مصلحي، جنسي، ندي للمصلحة ويقوم على الأنانية. هو منهجهم غير عن منهجنا. لذلك عن جد عن جد الحركة النسوية العالمية صح بتنطلق بالمنطلقات جزء منها صح، لكن توصل لمرحلة زي ما سووا الخوارج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما قال عنهم كلمة حق يراد بها باطل. هم لما يجوا مضروبة كلامهم صح، في واحد في ناس عم بنضربه ظلما، والرجل اللي بضرب حقير ومجرم وسافل ونذل، لكن ما باجي بستخدم سفالة وحقارة بعض الرجال حجة أرفعها لافتة وأطعم بكل الشرع الإسلامي بسببها وأضيع البيوت وأخرب البيوت. هون اللعبة الخطيرة في الموضوع. مشكلة الفيسبوك في نظام. هنا في المشكلة ما عم بفتح بقى. في الأخ عماد بيقول من أشد المفارقات التي رأيتها هي أن تهمة الزواج ركزوا على هاي، شوفوا يا أخوات بالله عليكم ركزوا. الأخ عماد بيقول من أشد المفارقات التي رأيتها أوراح كنت عم بقرأ، المشكلة بضله يدفش الكلام لفوق، دقيقة شوي بدي أقرأ كلامه بحرفيته. وين راح الأخ عماد؟ طيب أنا لقطت الموضوع قبل ما اللهم صل على محمد. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. طيب شوف أنا في الأخ عماد قدرت أقرأ جزء من كلامه، اللي فهمته من كلامه بيقول من المفارقات العجيبة جدا اللي شفتها إن التهم الشنيعة فكرة التعدد والزواج غالبا حسب كلامه أو قال دائما ما انتبهت، إنه اللي بتكون بتدبر الموضوع وماشية فيه وبكل قوة هي أخت الزوج. كناية بمين؟ بمرت أقول هي ما بتحبها. يعني بمعنى في اشتراك بهذا اللي بصنفون نساء جريمة وهو حكم شرعي ماشي، وإنسوا مين اللي بطبقوا غلط؟ بتكون فيه المرأة وممكن تكون الأم والزوجة، يعني الأم مرأة أنثى والأخت مرأة أنثى عم بيساعدوا أخوهم الرجل بين قوسين الذكر بأنه يتزوج من امرأة ثانية نكاية بامرأة أنثى. فالموضوع ما تاخذوا أبيض وأسود طريقة، يعني ما تاخذوا لا أظن هاي الفكرة كانت توصل. مشكلة ما قدرت أقرأ كل الكلام لأنه بضل يدفش يسحب لفوق. أم علاء أو أم آلاء مع علاج الزوج العصبي جدا متقلب المزاج غير مسؤول لا مبالي، بنصحك أخت الكريمة ما بقدر بكلمة أحكي لك هذا كلام بده تفصيل، ادخلوا على موقع الشيخ جاسم المطوع، نصيحة جاسم المطوع عنده عشرات ومئات الفيديوهات المجانية وعنده دورات مدفوعة الأجر، استفيدوا جدا منه. شوفوا في شخصيتين بنصحك تروحوا تستفيدوا منهم في المشاكل الأسرية بشكل عام، جاسم المطوع. في المشاكل التربوية دكتور مصطفى أبو سعد، عندهم مئات الفيديوهات اللي تستفيدوا منها مجانا وعندهم دورات مدفوعة الأجر. جاسم المطوع للعلاقات الزوجية ومصطفى أبو سعد لمشاكل التربوية. الرجاء روحوا اتعبوا حالكم، اقرأوا شوفوا فيديوهات، اشتركوا، ثقفوا أنفسكم وكل شيء له حل. علي بيقول النسوية خلقت قومية نسوية جعلتهن يتعصبن مع بعض على الباطل. والله للأسف هذا عم بشوفه أنا، نعم، ولأجل ذلك عملت كل البث أنا
انا ما عندي مشكله ابدا تنتقدوا الصفات السلبيه في الرجال بنطبق عليهم، ما بنزعل احنا لما يحكوا عن الرجل العصبي، ما انا ما بزعل، انا الحمد لله انا مش عصبي. لما تحكوا عن الرجل البخيل، اسال الله انا الحمد لله انا مش بخيل، ما بزعل. طب ليش انا بحكي عن المراه العنيده كلكم بتنجنوا؟ في شيء خطا في الموضوع. نور الدين سلام، كيف التعامل مع الزوجة النكدية؟ ما عملت، ما أعطيت غير كافي، لو تسلخ جلدك ما بكفي، وإن فرحت فرحته لا تدوم إلا لثواني. حول ولا قوة إلا بالله. يا رجل أنا إذا بجاوبك هسا بطلعوني من الملة بعدين يعني. الله يسعدك. هلا صار كل حدا عم بيسألني سؤال خاص جدا 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 مشان اشرح ومشان اجابه بده محاضرة. هلا دكتور لولو بتسأل، دكتور اذا كنت طالع تشتري هدية لعيد ميلاد، هي اخت عم تشتري، بدها تشتري عيد ميلاد مثلا لزوجها، بالصدفة لقيت زوجها بسيارته مع وحدة، شو الحل المناسب؟ حول ولا قوة الا بالله. موضوع كتير كبير، هذا ما منجاب بكلمة، هذا في تفصيلات عديدة جدا الموضوع. نرجو عمل مواضيع توعية للمقبلات والمقبلين على الزواج وأهم النقاط وركزوا عليها. أنا شخصيا حكيتها يمكن ألف مرة بحياتي وراح أحكيها للألف واحد. أنا جلست على إذاعة حياة اف ام أظن 10 سنوات، كان عندي بشكل أسبوعي برنامج على الهواء تقريبا 10 سنوات، بعض الأحيان مرتين في الأسبوع. واحدة من الشغلات اللي كنت وما زلت مؤمن فيها وأدعو لها ما استطعت في برامجي خاصة اللايف على الهواء، اللي هو رخصة الزواج. شو رخصة الزواج اللي طبقتها ماليزيا؟ انه زي بفحص التلاسيميا، ما بيرضوا يعقدوا عقد القران، عقد النكاح بين اي شخصين بالاردن، عم اوصل الاردن بدي احكي انا الان، الا اذا راحوا فحصوا تلاسيميا، لا، واذا وجدوا في مشكله من امكانيه هذا المرض بحيث يعني يؤدي لتشوه المواليد القادمه، ما بيرضوا، ما بيسمحوا لهم يتزوجوا حتى لو بحبوا بعض. بنفس المنطق انا اعتقد لازم يكون في رخصة زواج، اللي هي ايش؟ ممنوع يتم عقد النكاح إلا ليثبتوا كلاهما حضورهم لدورة محطوطة من قبل ناس متخصصين في موضوع الإرشاد الأسري، في موضوع معرفة حقوق الزوج، حقوق الزوجة، طبيعة الرجل، طبيعة المرأة، طبيعة الذكر، طبيعة الأنثى، الحقوق الشرعية، الحقوق الاجتماعية، المفهوم كلياته يطلعوا عليها، شو اللي إلك شو اللي عليك، وين حدود صلاحيات الحق الشرعي للحماية، للكنة، للأم، للأب، للإخوة، للأخوات، يستوعب قبل ما يدخل على واحدة من أقدس وأهم الشراكات على كوكب الأرض، شراكة عقد الزواج. لما يدخلوا هاي الدورة شهر، شهرين، ثلاثة، 50 ساعة تدريبية، 60 ساعة تكون مسؤولة عنها مثلا فرضا وزارة الأوقاف، وزارة الشؤون القضاء وإلى آخر فرضا وتكون إلزامية. والله أنا أكاد أجزم وقتها أنه إذا نسبة، ما عندي الأرقام عن نسب الطلاق الآن، لو بدي أفترض أنه نسب الطلاق بعد قبل الدخول 30% وبعد الدخول 20%، يمكن تتحول، بتوقع نسب الطلاق قياسا على تجربة ماليزيا 30% بتنزل ل 3% وال 20% بتنزل ل 2%، وماليزيا كان حصل عندها هذا الحكي، اشترطت رخصة زواج قبل ما يكتبوه، ونزلت حالات الطلاق بالنسبة مرعبة، نسيت الرقم الآن، 47% مش عارف إشي، نزلوا لحوالي 3%، إشي كان العقل ما بيتخيله. ليش؟ لأنه فهم اللي له واللي عليه، ما دخل بطريقة، ما عجن الكلتشر مع الثقافة مع الفكر الشخصي مع الأحاسيس والمشاعر، خشها ببعض، وكل يوم عنده قانون جديد، ولا هي عندها كل يوم قانون، لا صار في واضح، إلك وعليك شرعا، إلك وعليك عرفا، إلك وعليك قانونا، وفهم طبيعة رجل، طبيعة مرأة، طبيعة في ناس كثير. هلا في كثير من الرجال لسبب ما دخل على عالم الزواج والمرأة الوحيدة في حياته أمه، والعلاقة بينه وبينها علاقة حنية وعطف وسلطة ومأمور، ما دخل بعلاقة مقابلة أعطي وخد، وما تعرف، والأم دائما بتعطي 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 بتعطي، الآن هاي إلها وعليها وإلك وعليك، فما تدرب، ما توجه، ما درس، ما بيعرف طبيعة الأنثى على سبيل المثال، وهذا أمر يدرس ونعطيه في المحاضرات ونعطيه في الدورات التدريبية. في المقابل هي نفس الشيء، طول وقتها فرضا ولدت بيت عندها 4 أخوات 5 أخوات، وأمها أبوها طول وقت مشغول، وهي بتعرف الرجل الوحيد أبوها الحنون العطوف اللي بيعطي أوامر، نقطة. الآن هذا صار في إله وعليه، في إلك، أسلوب التعامل
بطبع رجل مقابل امرأة أو ذكر مقابل أنثى، لما هو يتعرف على خصائص الأنثى بصير يدير باله أكثر. لما تتعرف على خصائص الرجل، هذا كلام كله بده دراسة وبده علم. يعني مثلا من ضمن الأمور اللي بذكروها يعني بعض المتخصصين، الرجل أقرب دائما بطبعه، لما بده شيء بيطلبه مباشرة. طبع الرجال يعني جوعان بقولها أنا جوعان في أكل، نقطة، واحد زائد واحد يساوي اثنين. أو بتسأله جوعان حبيبي بقولها لا، معناته فعلا مش جوعان، نقطة. طيب لو كانوا ماشيين بالسيارة، بينما المرأة طبعها مش أميل للمباشر بسبب رقتها، أنوثتها، عاطفتها، خجلها، حياءها، لو قالها ماشي بالسيارة حبيبتي جوعانة بتحب تروح على مطعم، بتقول لا مو جوعانة، هي بتكون ميتة من الجوع. هلا هي مش كذابة، بس هي بتخجل من فكرة تقول له جوعانة يعني أنا فجعانة، لا، فهي بتحب جدا إنه يجي يقولها بالله عليك مو جوعانة. طب أقول لك حتى لو مش جوعانة بدنا نروح على المطعم، لأن أنا مش راح أتهنى إلا إذا أنت أكلتي، وإذا أنت أكلت يعني بمعنى يصر عليها. فهي لما يصر عليها بتوافق على الروحة على المطعم، وبيكون الموضوع كأنه طلب منه. هلا هذا إيش علاقة بطبع المرأة؟ ما في غلط صح، ما في حرام وحلال. أنت بدك تستوعب يا زلمة إنه على سبيل المثال لو أنت ماشي بالسيارة وزوجتك قالت لك حبيبي جوعان، لا بلك افهم، هي عم تقول لك حبيبي هي جوعانة، فهي بدها الموضوع يجي من من من, من ناحيتك وتروحه، مش إنكم رحتوا لأنه هي طلبات. طبيعي يعني رقة وأنوثة المرأة بينعجن مع فكرة الخجل والحياء، ومن الخجل والحياء عدم الطلب المباشر، وإنما منهج الطلب غير المباشر. إذا استوعبت إنه هذا أصل في نمط عقل الأنثى بتريح وبتريح، ما بتضلك، ما هي أنت ما حكيتي، أنت ما طلبتي مصروف، ولك يا ابني يفهم مش راح تطلب مصروف، عم تستناك إلها 15 سنة أنت تبادر وتعطيها مصروف. تقول ليش يا أخي أنا عمري ما قلت لا لو سألك، مش راح تسألك، استوعب اسم شان اللي خلقك يا زلمة، المرأة غير عن الرجل، أعطيها بدون ما تطلب، واضح؟ هلا هذا الأمر من درسه. وفي المقابل، في المقابل لو سمحتي استوعب أنه في خصائص للرجل، ما بينفع تتعاملي مع زوجك زي ما تتعاملي مع صاحبتك، لأنه نمط الرجل بيختلف عن نمط المرأة. والله طبعا هذا موضوع أنا ممكن أحكي فيه 10 ساعات، فبالتالي هذا جزء لازم يدرس. أنتوا تطلعوا الشباب الرجال بشكل عام لما بده يمدح صاحبه بيمدح بالصفات الممدوحة لغويا، زقرت، شهم، رائع، رجل ما شاء الله عليه، ابن أصل. لما بده يذمه بذمه بال ألفاظ الموضوع للذم، ابن كذا وكذا، كذا كذا، إنسان حقير، نذل، مش عارف كذا. غالب الرجال بذم مباشر بمدحه مباشر. طب تعالوا اطلعوا على مجتمع البنات، البنات بديش أحكي النساء والحموات، البنات غير المتزوجات، اطلعوا في سامحوني معلش، بس أنا بدي أحكيكم على الواقع مشان تعرفوا قديش في فروق، لأنه بنبني عليه. من ضمن الأمور البنت اللي لما تقعد مع صاحباتها اللي بتعزهم كثير 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 وبتحبهم، ركزوا معي، بتحبهم بتعزهم، والعلاقة بيناتهم توب، سامحوني على الألفاظ اللي أحكيها، إذا كان ناقل الكفر ليس بكافر، فأنا بدي أنقل الصورة. لما يحكوا مع بعض، ولك يا تيسي، ولك يا حمارة، ولك يا حيواني، ولك كيفك يا حيواني، اشتقتلك حيواني، اشتقتلك يا حمارة، هاي بتحبها. طيب لو قعدت مع واحدة ما بتطيقها، ما بتطيقها، ركز معي، ما بتطيقها، مستعدة تذبحها قدامنا كلاتها، كيف ناديها؟ حبيبتي، حبيبتي، اسمعي حبيبتي، حبيبتي، ما خلص هيك، هذا استوعب. بتكون معصبة بتستخدم ألفاظ المدح، بتكون مرتاحة بتستخدم ألفاظ السب والشتيمة. الرجال غالبا ما بيعملوا هيك. طب أنا ما بحكي غلط صح، أنا عم بقول لك عم بقول لك قديش في اختلافات. فأنت يا زوج لما تتعرف على طبيعة المرأة وطبيعة الأنثى ثم الطبع الخاص لزوجتك بتعيش حياة مرتاحة. وانت نفس الشيء، في طبع خاص للرجال، أطباع خاصة بالذكر، في طبع خاص لزوجك، فانت مطلوب منك تتعرف وانت مطلوب منك تتعرف. انا ما بقول كل حياة بتتحول لملائكية، بس على الأقل تتجنبوا 90% من المشاكل.
طيب اللهم صل على سيدنا محمد. يا الله انا ما عم بلحق الملحوظات على فكره، طبعا سامحوني انا اول ما احط ايدي على الكذا بعمل زي هيك كذا، ما المس شغله برد بفلط كلياته بيطلع وكذا، فما عم بيطلع كل شيء في مئات او العشرات. طيب هل تمام؟ طيب اللهم صل على سيدنا محمد. نور مصطفى، دكتور متى رح ترجع الجامعة الأردنية؟ والله لسه مش عارف يا أختي الكريمة. أنا ما حد اللهم صل على سيدنا محمد ماخذ إجازة بدون راتب زي كل هالعالم، بتاخذ إجازات وبتطلع بيشتغلوا بحسب مكان معين. يعني أنا ماخذ إجازة وأنا مدرس، اللي أنا مدرس في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، وماخذ إجازة وطالع عمالي. عرضت علي وظيفة تدريس وتدريب ومحاضر ومصلح، خلينا نحكي مشاكل زوجية، في إحدى المراكز الإسلامية في كندا هنا. فمش عارف يعني كل سنة بسنتها بقرر، يعني I have no idea، لسه مش عارف يعني متى بدي أرجع إن شاء الله. الله يجزيكم الخير. في بعض الناس عم بيقترحوا أسماء لناس عندهم دورات في صناعة السعادة الأسرية. للأمانة ما بعرفهم، مش قادر أعلق لا سلبا ولا إيجابا أشخاص المحكي عنهم. يعني الأخ نور الدين بيقول هذا الدكتور جاء بفكرة جديدة، رخصة زواج لا أعلم من أين بيتها، من الغرب العلماني أو من عند الصوفية من عند أصحاب البدع. أخ نور الدين وين رحت؟ كلمة رخصة زواج يعني ركز على السياق، الله يكرمك. من كثر حالات الطلاق اللي عم بتصير والدمار الأسري اللي عم بيصير، إذا أنت اللفظة غيرها اللي بدك إياه، مسوي أعطيها اسم ثاني اللي بدك إياه. هي الفكرة إنه تقوم الدولة باشتراط التثقف الديني والفكري في مسؤوليات الزواج، مشان ما يدخلوا هم الاثنين جهلة، لا هو عنده فكرة عن حقوقه الشرعية ولا عن حقوقها ولا عن واجباته ولا عن واجباتها، ولا عنده فكرة عن طبع المرأة ولا خصائص الأنثى، ومش عارف يتعامل معها، فبيدج دج ما بخرب الدنيا، أو هي بالعكس بالدج ده بتخرب الدنيا فبتطلقوا. فأنا بنصح إنه يكون في شيء، إذا 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 اللفظة، إذا منطقك في التفكير عفوا يعني حرفي جدا لدرجة استفزتك اللفظة، غيرها باللي بدك إياه. هو الموضوع أتحدث عن وضع شروط لضمان عدم تفتت الأسرة، إذا هذا بريحك هذا هو. إذا أنت بتعتبر وضع شروط لضمان عدم تفتت الأسرة بدعة، فأخ نور الدين سامحني لازم ترجع تفهم أساسيات الإسلام، سامحني. مشكلة التفكير الحرفي والوقوف عند ظهر الألفاظ هاي كارثة في العقل المسلم. شكرا أخ خليل، الله يكرمك ويبارك فيك، جزيك الخير إن شاء الله. كريم بسأل السلام عليكم، هل عندك موجود دروس باللغة العربية؟ نعم أخي الكريم، أنا هاي الصفحة اللي أنتم عم تدخلوا عليها هلأ في عليها حوالي 1000 محاضرة إليه، بس مشكلتي من كثر الضغط أنه أنا مصنف منهم حوالي 200 أو 400 والله مش عارف، يمكن 600-700 أتركين. ففي زائد في صفحتي على اليوتيوب بنفس الاسم المكتوب عندك على صفحة اللي هو الدكتور أمجد قرشة بالعربي بالإنجليزي، ادخل على اليوتيوب فعندي صفحة وعم نحاول نرفع عليها معظم اللي عملته على الفيسبوك، لأنه أنا عندي والله مش عارف، عندي على الفيسبوك أظن 1100 أو 1200، لا والله لا شو 1000، على اليوتيوب في 1100، في حوالي 1100 مادة على اليوتيوب، على الفيسبوك يمكن بتجاوزوا 2000، وعندي لسه محاضرات يمكن بعرفش قديش، فعم نرفع قدر الاستطاعة ما اللي بنحط موجود في سلاسل عندي طبعا بالإنجليزي وبالعربي، بس وبالعربي اكتب بالمناسبة، لان انا ابتدات انشر بالانجليزي فقط من 4 سنين، لاني انا صرت عايش بكندا وبدرس بالانجليزي ومعظم دروسي بالانجليزي، لكن قبل هيك انا في الجامعه الاردنيه لي 18 سنه، وقبل الجامعه الاردنيه لي كذا، فانا لي بسجل ببث حوالي 11 12 سنه تقريبا، يعني ففي 80% من موادي باللغه العربيه اصلا. شكرا اخت صبا، الله يجزيك الخير ويبارك فيك. الله ينور عليك يا دكتور، متابعتك من أيام برنامج جدد حياتك. أوه جدد حياتك هذا من أقدم البرامج اللي ربنا أكرمني فيها، وبحبه جدا هذا البرنامج. إذا أختي الكريمة أنت من الجيل
اللي كان يتابعنا قبل 17 سنة. طيب الله يجزيكم الخير ويكرمكم ويبارك فيكم. أنا مو شايف إشي الآن، سامحوني طبعا ما عم بقدر أرجع لكل الملحوظات اللي حكيتها. شكرا أخ خليل، الله يجزيك الخير وبارك فيك إن شاء الله. إذا في إشي طيب لا تنسوا من دعائكم، نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تكرمتوا، إذا تكرمتوا ضروري جدا تعرفوا بمنظوم الخوارزميات من أقوى الطرق اللي بتقوي البث وبتنشره وبتوصله أكبر عدد من الناس هو الشير. يعني وضع اللايك وضع التعليق رائع حلو جدا، لكن الأقوى أنك تشير، لأنك إذا شيرت خوارزميات الفيسبوك بتستوعب أنك أنت مش فقط استفدت ومش فقط راضي، بل حريص على أنه الآخرين يطلعوا عليه. بمنظومة الخوارزميات إذا أنت مقتنع باللي سمعته مني وتشعر أنه في خير، الخدمة اللي بتقدم لي إياها فقط شير. والله يجزيك الخير، السلام عليكم.